السيرة مش مجرد حروف هتترص وتعمل كلمة وسطر وصفحات. السيرة مواقف، لحظات وأيام بتعيشها، وأحلام فيها اللي تحقق وفيها اللي هتستناه وفيها اللي ملكش نصيب فيه. انتصارات وهزايم، دموع وفرح، ابتسامة وتكشيرة، إصرار وتنازل، وجروح اتحملتها وجروح اتسببت فيها وغيرك اتحملها، محطات جريت فيها، أوقات لحقت القطر وأوقات فاتك، زاوية شفت منها وزوايا شافوك منها، السيرة انت بطلها، وأوقات تانية كومبارس فيها، حياة عشتها وحياة عاشتك. السيرة انت. صبحي شاف واحدة قريبته من بعيد وعجبته، راح يتقدم لها، ولما قالوا لها ان جالك عريس قالت لهم انا بحب ابن عمي. احبط صبحي شوية، لكن وهو خارج من بيتها شاف ست الحسن والجمال واللي شدت قلبه من اول لحظة. كان اسمها وفيقة. سأل عليها لو كانت مرتبطة او مخطوبة، فقالوا له لا. فراح لمامتها، انا معجب ببنتك يا طنط، ممكن أتكلم معاها؟ لا، معجب بيها، روح أجيب أهلك يخطبوها. عمل كده فعلا وخطبها، لكن مامتها كانت تعليماتها صارمة، ممنوع يقعدوا مع بعض، يشوفها من بعيد بس، ومفيش حتى كلام في أضيق الحدود. وفي سنة 1955 تم الزواج الميمون، وربنا رزقهم بمحمد وأحمد وصبيحة وبطلنا وخضر وحسن وريمة ولينا، 8 ما شاء الله، 8 ولاد، حمل كبير على صبحي، واللي كان شغال كاتب بسيط في المحكمة، بس حسن تدبير وفيقة كان مخلي المركب يمشي. أيوة مفيش رفاهيات، أيوة مفيش دلع للولاد، أيوة الأخ بيلبس هدوم أخوه، بس إيه المشكلة؟ المهم مفيش حد فيهم بينام جعان. بطلنا، واللي أبوه كان مسميه على اسم قاضي، كان مشهور وقتها بعدله وثقافته وأخلاقه، ورث الصوت الجميل من مامته. وفيقة حكيت له لما كبر إن من وهو في اللفة ما كانش ينام غير لما تدندن له، ولما كبر وبقى عمره 8 سنين كانت تندهله يغني لها، حتى إنها وعدته لو نجح في المدرسة هتجيب له عود هدية. بطلنا كان بيحب الغنى أكتر من المدرسة، لكن عشان العود الحفظ كله يهون، ونجح وجاله العود فعلا. وصبحي اللي كان هاوي عزف علمه عليه، ومن هنا حب الفن كبر أكتر، كان ينام يحلم بيه. وما صدقش نفسه لما شاف بالصدفة عبد الحليم حافظ، وقتها كان بيصور فيلم أبي فوق الشجرة مع نادية لطفي ببيروت. وقف وسط العيال طفل مذهول، فريق التصوير فضل يقول لهم اتحركوا، امشوا من ورا الكاميرا، وهو مش قادر يتحرك. فضل كده لغاية ما حد مسك عصاية فجري، جري من المكان كله، بس كان خلاص ندهت الفن ندهته. بعدها عرف بالصدفة المكان اللي سكن فيه صباح، كان بابا يعرف صاحب السوبر ماركت اللي بيوصل لها الطلبات. طيب هو نفسه يشوفها، يعمل ايه؟ راح لصاحب السوبر ماركت وقال له شغلني، أنا حساعدك في توصيل الطلبات. طلع فعلا لشقتها، لكن كانت بتتكلم في التليفون، ولقى كلبها الكبير قدام الباب، جري وخاف ورمى اللي في إيده، فجريت وراه حضنته وقالت له ما تخافش، وسألته عن اسمه
عشان يبقى يوم من أجمل أيام حياته. بطلنا كان راجل من وهو صغير، شال المسؤولية وحب يساعد في الشيلة الكبيرة اللي في رقبة باباه، وعمره 12 سنة اشتغل في صالة ألعاب، كان بيقبض ربع ليرة في اليوم، كان يمسح الترابيزات ويوضب المكان. الربع ليرة دي علمته ازاي يقدر قيمة الشغل والتعب. وقتها قامت الحرب في لبنان، حرب صعبة قلبت كيان البلد كله. تخيلوا طفل بيحلم بالفن تبقى دي حياته. كانوا ينزلوا الملجأ وقت القصف فيمسك العود يغني لهم. الكل كان عارف الركن اللي بتقعد فيه عيلة صبحي من صوت بطلنا، واللي بقى ليه سميعة بيشكروا في صوته ويستنوه. الحرب قاسية، محدش يعرف قساوتها قد إيه إلا اللي عاشها. تخيلوا إن مرة جم مسلحين لبيتهم وطلبوا منهم يسيبوه. ليه؟ لأنهم حيفجروه. شالوا اللي قدروا يشيلوه وطلعوا مشي. في الطريق البيت اتفجر فعلا، وفي العود اللي كان بيعزف عليه. وفي الطريق شاف واحد من صحابه مقتول مع أبوه، ما قدرش حتى يقف. مشاهد قاسية بدأت تغير في نفسية الطفل الصغير. ولأن بطلنا بيحب يكون دايما في دور البطل، بدأ ينجر هو كمان للحرب. بدأ يتعلم ازاي يفك الكلاشنكوف، ازاي يركبه وازاي يستخدمه. قلقوا عليه لحسن يروح مع اللي راحوا، فبعتوه للعراق. الصغير راح يشتغل وسافر يشيل العدة الفني مكيفات، وبعد 3 شهور رجعوا معاه 1000 ليرة بحالهم. ولأنه راجل من صغره وحاسس بالحال، ادى لأمه الفلوس كلها وخد منهم 100 ليرة بس. وعمره 14 سنة غنى في الإذاعة اللبنانية، والناس شكرت في صوته. وقتها ابتدى حلم الفن يسيطر عليه. أنا حبقى فنان. أمه رفضت بشدة، قالت له بدك تتعاطى، الفنانين بيتعاطوا مخدرات. قال لها في بيتعاطوا وفي لا، وأنا هخليكي تكوني فخورة بيا، أنا قررت أدخل المجال ده وحنجح فيه. وعمره 18 سنة جات له الفرصة الكبيرة، اشترك في برنامج استوديو الفن واللي كان ليه فضل على كتير من نجوم لبنان. بطلنا نجح بأغنيتين، عيون بهية وتفرج على الحلاوة. نجح أيوة، بس لسه الطريق طويل. ما معهوش فلوس يعمل ألبوم ولا حتى أغنية، طب يعمل إيه؟ وفيقة باعت أسورتها واشترى بيها تذكرة طيران لباريس يروح يجرب حظه في عاصمة النور ويشوف. في باريس حال بطلنا ما كانش أحسن ولا حاجة، كان يطلع يغني قبل المطرب الرئيسي. أحياناً كتير كان بيبقى الجمهور لسه مجاش، وضع محبط. لكن وسطه تعرف على الفنان الكبير أحمد عدوية وقائد فرقته وقتها الملحن حسن أبو السعود، واللي كان يطلعه على المسرح بعد ما يمشي عدوية ويقول له غني يا بنت السلطان. 6 شهور وخد قراره إنه يرجع لبنان تاني. أبو السعود قال له لو حابب تسجل بنت السلطان سجلها، وفعلا لما رجع غناها في الإذاعة وعملت نجاح كبير بصوته. نجاح بطلنا حطه على أول طريق النجومية، طريق انطلق فيه بسرعة الصاروخ بعد ما جه لمصر وغنى قلبي عشقها والعيون، عشان يثبت إنه قدر يحقق حلمه الكبير ويبقى بطل كبير، مش بس في روايته ولكن في رواية عالم الفن العربي، ويسيب علامة ويبقى راغب علامة. راغب علامة، خليتيني هيك حاسس ان نفسي عيط والله العظيم. الشريط الحياة ده يعني السيرة دي. وعيط ليه؟ مش عايز تعيط؟ ممكن يكون عيطت من جوه. عيطت من جوه؟ لا، بس افتكرت حاجات كتيرة كتيرة جدا، يعني يمكن بينساها الواحد بحياته، بس بصوتك الجميل والإداء الرائع خلتيني أحس إن دي فيلم، يعني هيدا فيلم حياة. يعني عدت السنين والصغير كبر والشعر شاب بس زاد جمال. مرسي ده منزوي. بتبص على العمر اللي راح إزاي بأي نظرة؟
سيرة نجاح، سيرة حلم وأمل، وما في أحلى من إنه الواحد يكون عنده أحلام بسيطة ويحققها. حلمك ما كانش بسيط ولا ظروفك كانت بسيطة. لا بالعكس، أنا حلمي ما كان كبير، أنا بنيت أحلام وأوصل على كل حلم ولقي نفسي إني أنا بدي أكثر، لكن أنا عمري ما حلمت إني أوصل للي أنا وصلت له النهاردة. الحرب بتقلل منسوب الأحلام، بتخلي أقصى أحلام الواحد النجاة. عرفت تحلم إزاي؟ أو خليني أقول أول حلم صغير، بما إنك بتقول إن أحلامك اتطورت مع الزمن، أول حلم صغير وقتها كان إيه؟ أول حلم صغير رحت قدمت بالإذاعة، قلت معقول يحشوني يعني باللبناني يطردوني. لقيت إنه جنوا علي، صاروا يقولوا تعال تعال شوف، تعال شوف الولد ده كيف بيلعب عود، تعال شوف بيلعب عود وبيغني مش عارف شو. كانت بالنسبة لي يعني شهادة نجاح صغيرة. من بعدها لما صار عمري 18 كمان رحت على استوديو الفن، قلت أقولكم رح يقبلوني، حيجي كتير مشتركين يمكن يكون في أحسن مني بكتير، ومش عارف يعني مش ما بدي انبخع. لقيت في قبول كتير وتشجيع كتير واهتمام كتير فيي، هيدي الأحلام البسيطة. بعدين صرت أحلم لأكتر شوي إني لقى مكان غني فيه ولو مبتدئ، كمان رحت حققهم واحدة ورا واحدة. حفصصهم النهاردة. قولي الأول، أنت من جيل الحرب عشتها كلها، الحرب سرقت إيه من طفولتك؟ الأمان. الحرب بتسرق الأمان وبتسرق طمأنينة، لكن كمان الحرب تخلق رجالة. القسوة بتخلي الطفل ينضج بسرعة بدري. صح، اللي شفته بالحرب شفنا كتير نحن، ويعني بالصدفة أنه مكان بيتنا هو خط تماس بين المتحاربين من أنا وعندي 8 سنين أو 10 سنين. معظم الحروب في لبنان عايشناها. وقت القصف والقذائف كان ليكم ركنكم اللي معروف في الملجأ تحت العمارة اللي ساكنين فيها. أطول مدة قعدتها في الملجأ كانت كام؟ يعني كنا نقعد أسبوع 10 أيام، لدرجة إنه ريحة الملجأ هيدا رطوبة. والله لحد هلأ لما بدخل بأي مكان تحت الأرض وبشم هالريحة بتشمها، تفتح لي ذكريات كتيرة وما بكرهها، رغم إنها ظروف حرب ما بكرهها. ليش؟ لأنه كانت اللمة بتاعت العيلة، لمة الأمان بتاعت ماما وبابا، خاف على الأولاد، اقعد هنا ونام هنا وانت اقعد بجنب أخوك مش عارف ايه. شعور الخوف اتقلب تعود بعد كده؟ لا، اتقلب أمان عائلي. شوف كيف يخبونا، كيف يداروا علينا. فهيدا يعني شعور اللا أمان خلق لي أمان عائلي جوا. أما كنت بتنزل وقتها وكانوا بيخلوك تقعد تغني لهم، كان عمرك كم سنة؟ 12 13. وكنت تقعد تعزف على العود؟ أنا أحمل العود، عود بابا الكبير، بس عشان أقدر أحمله كنت نايمه على جريه وصير دق فيه هيك مش كده. ده العود كدا بتاع بابا، مش بتاع العود بابا اللي ماما جابته لك. العود بتاع ماما كان يمكن عندي 14 سنة أكبر. ايه. شوي 13-14. بعدين يعني بيوم الأيام إنه راح جبت لي إياه لأنه كنت شاطر. وانت صغير كان نفسك تبقى ناجح ولا غني؟ ناجح. يمكن اثنين، يمكن كانوا مربوطين ببعض، لأنه نحن عشنا حياة متواضعة، متواضعة ميلة على الفقر، يعني إنه يعني الحاجة على قد الحال بالضبط. بس كان بالنسبة إلي الناجح هو اللي مرتاح، هيك نشوف. أنت من الضاحية الجنوبية، اتولدت فيها وتعلمت فيها وقضيت يعني فترة كبيرة من شبابك صعت فيها كمان. صعت فيها جداً.
ان انا عارفه. بيتكم في الغبيري لسه موجود لدلوقتي؟ لا، البيت يعني للاسف لما نقلوا اهلي وانا كنت في باريس، وكنت اشتريت عماره ل يعني عماره كامله للعيله يعني، فبغيابي باعوه وزعلت كتير، لكن اللي اشترى واحد قريبنا يعني. معقول باعوه من غير ما ياخدوا رايك؟ باعوه من غير ما ياخدوا رايي، كنت مسافر ومشغول وحفلات يعني اعتبروا انه البيت هذا يعني ما حدش حياخده، مكانه وحجمه انتقلت العيله لمكان اكبر. لسه باقي حاجه من ابن الغبيري جواك ولا الوقت بينسي؟ كل حاجه جوايا من ابن الغبيري. ازاي؟ انا لسه بيت اهلي هناك. بيت البيت اللي انت اشتريته بس هناك برضه يعني، بس بحي احلى ومساحه اكبر، وهذا انا رافض بيهم يعني. اللي عاشوا فيه الوالد والوالده الله يرحمهم وعشنا فيه نحن لفتره، لسه موجود ومش حيتباع. انتم 8 اخوات، الصبيان كانوا بيناموا في اوضه والبنات كانوا بيناموا في اوضه. ايام اللمه كانت دفى ولا زحمه؟ دفى طبعا، دفى. انتوا كنتوا لحد هلا الصبيان. انا يعني بحب انه او مش بكره اني نام لوحدي. مراتك فين؟ في دبي. انت قصدك دلوقتي وانت في مصر؟ اوكي هعديها. ليه؟ هعديها بقول لك. هعديها يعني. مصدقاك مصدقاك. اسلوب تقويم العيال وقتها، تقويمكم كان ايه؟ يعني بابا وماما بيتعاملوا معاكم ازاي؟ بيقوموا غلطكم ازاي؟ كانوا فير، كل العدل اللي بالدنيا موجود عند بابا وماما. بابا إنسان عادل، موظف بالمحكمة، يؤمن بالعدل. كان يدعم أختي الكبيرة صبيحة لأنه كان وحيدة بين 5 شباب قبل ما يخلقوا ريما ولينا، فبالنسبة له كانت أنه يعني هي المدلة اللي عنده لأنها بنت وحيدة. بس بابا كان بيقوم خطأك إزاي؟ يعني لو أنت غلطت يضربك؟ أنا بابا ضربني مرة واحدة بحياته. إيه السبب؟ لأني طلعت على شجرة أولاد الجيران وقطفت ليمون من غير ما أستأذن. اعتبرها إنك حرامي كده. إنك مش حرامي، هو قال لي دي سرقة، قال لي. يعني هو حرامي. هو طبعاً مش فاهم إنه مش سرقة، بس هو عم بيعلمني إنه لما تدخل على جنينة حدا، وجنينة مفتوحة كانت مش مقفولة، استأذن. فعلمني الأدب، وغير هيك بحياته ما ضربني، لكن ماما كانت إيدها والكف. طب شفت بقى، الست وفي الله يرحمها كانت جامدة. 8 ولاد بصراحة. بالبيت كانت ماما هي الليدر. مش بابا؟ لا، بابا اللي الاحترام والمقام إنه البابا. هو ما يضربناش لكن كنا نخاف منه أكثر، بس ماما هي تدير البيت طبيعي. ايوه، انت بتكنس هون وانت بتفوت بتجلي الجليات، لانه هي مسكينه بدها تربي 8. انت كنت الناني؟ انا كنت ناني لاختي لينا. ايوه، كنت الناني بتاع لينا. كنت بتعمل لي لينا ايه مثلا؟ تدي لها الببرون وتغير لها؟ انا يعني ماما لما كانت تظهر مثلا بتجيب الاغراض، تجيب الخضره، تجيب اللحم، فانا اعطي الببروني للينا، وانا حممها وانا لبسها. كان يعني عندها مثلا شهور، 4-5 شهور، فماما كانت تعطيني المسؤوليه وانا عندي 10 سنين. ماما كانت عندها ثقه عمياء فيا باني انا رجل من انا وصغير، يعني حتى اخواني الاكبر مني لو عايزين يروحوا على داون تاون من بيتنا تقول لما يجي راغب بتروحوا معاه. للدرجه دي؟ يعني كانت بالزبط. بتستأمنك انت الصغير صح. على الكبار؟ صح. واو. كنت بتغسل مواعين، بتغسل الحمام، كل شيء، تعمل كل حاجة. وبعدين كنت سمكري وكنت مصلح البراد لا أنا عندي عندك دماغ. مثلا تعطل الغاز، البوتاغاز، ماما أنا بصلحه، بروح جيب عندي أنا أقول ما هو خربان،
لو ما ظبطش خربة. برافو عليك. والله وبالصدف يعني شغل راسي انه ليش زب يعني مجرد فتحت الموضوع لقي العطل. فبالنسبة لهم أنا حلال المشاكل، حلال العقد. بالضبط. العود راح مع البيت. كان وقتها عندك كم سنة؟ 16-17. إجا صاروخ بالبيت روح كل شيء، يعني روح. ما هي كانت أوضة اللي هي نقعد فيها محطوط فيها كل شيء، العود إجا صاروخ فيها فراح كل شيء. وبصراحة في كتير إشياء بحياتي، كتير إشياء هلأ بعرف قيمتها وتخليت عنها وأنا صغير وأنا شاب وأنا عمري 25. زي إيه؟ أعواد كتيرة. أنا يعني أنا أكثر من 20 عود بحياتي، كل عود أحلى من التاني، واليوم ما عنديش ولا واحد منهم. ليه؟ ما حفظتش عليهم. انقل من بيت لتاني أسيبهم في البيت اللي قبله، يروحوا ياخدوهم هدايا. إهمال يعني. لكن الآن أنا أنا بقول يا ريت كل ورقة، كل قصقوصة ورقة، كل شيء كتب عني لما غنيت باستوديو الفن، كل شهادات المدرسة يا ريت حفظت عليهم. لأنه كنت بالحاضر ما كنت حاسس بقيمتهم، لكن اليوم عرفت قيمتهم. بتقعد صوابعك نادى. يا ريت. ولا بتاكلها كده. يا ريت. العيشة لما تبقى على القد، أعياد الميلاد بتتحول لرفاهيات ملهاش لازمة. فاكر عيد من أعياد ميلادك وانت صغير احتفلوا لك بيه؟ أنا فاكر أول مرة بتلقى هدية بعيد ميلادي كانت تيشيرت. كان عندك كم سنة؟ يمكن 17. قبل ال 17 وانت طفل تفتكر إن أهلك احتفلوا لك بعيد ميلاد؟ ولا مرة. يعني أول عيد ميلاد ليك كان وانت عندك 17 سنة؟ بفتكر هيك، بتذكر هيدا الشيء. أنا كنت عم غني للمجموعة، مجموعة بنات ولا صبيان؟ لا لا لا، أولاد عمي أولاد خالي كان كده عنا بالبيت القديم ومجموعين، وقالوا عيد ميلاد راغب. وبعدين لقيت في كيك وفي تي شيرت لقالي من واحدة من بنات عمي. هيدي الهدية الوحيدة اللي قبل ما يكون عمري 18 اللي تلقيتها بكل أعياد ميلادي. ومن بعد ما بقيت راغب علامة النجم زهقت من أعياد الميلاد. شوفي أنا شخصياً ما بحتفلش بعيد ميلادي، لكن دايماً المحبين، الأهل، العيلة، الأصحاب، الأصدقاء. يعني مرة لقيت، والله العظيم لقيت كيكة بالطيارة يوم عيد ميلادي. أجازتي كتير حلوين، بلاقيهم من كتير ناس بنبسط فيهم، بس أنا أعمل حفلة عيد ميلادي ولا بحياتي فكرت فيها. ليه؟ بتزعل على السنة اللي راحت؟ لا 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 لا. ليه بدي أزعل؟ علشان راحت. يقول لك سنة من العمر راحت. هي أنا ذكريات. عندي أصحاب بياخدوا العزة في اليوم ده. لا لا، ذكريات بكل سنة من حياتي في ذكريات رهيبة. وكل مرة كل ما تعدي سنة بعد رأس السنة يعني دايماً بفتكر كل النجاحات. والحمد لله يعني خلال فترة من أول أغنية عملتها لليوم، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ما عشتش إلا بنجاح. ما شاء الله بقالك يعني لله. دلوقتي 40 سنة متبت على نفس الدرجة تتشود وما بتتهزش. في الابتدائي كنت في مدرسة حكومية مختلطة. صح. بس كان الفصل البنات يقعدوا في جهة معينة والولاد في جهة معينة، وانت قلبك دق بدري، او مش عارفه يمكن عينك هي اللي بدرت بدري وقعدت تحدي وحبيت بنت الجيران اللي كانت معاك في نفس الفصل. لا لحظه حبيت بنت الجيران، بس دي بعد ما حبيت بنت اللي معي بالفصل. لا دول قصتين مختلفتين. لا انا كنت فاكره ان بنت الجيران هي كانت برضو زميلتك. بنت الجيران ليها حيثية لوحدها. أمال بنت الجيران كان عندك كم سنة؟ إذا هنا كان عندك 8 سنين. 18. لا ده أنا بتكلم لسه وأنت في اللفة. كنت لا يعني بالعشرات، يعني كنت يمكن 9 سنين 10 سنين. حبيت بنت معي بالفصل، كنت دايما أنا وياها يعني هدايا ألم هدايا مبرأي محاي أي شيء طبشورة. يعني كانت المواضيع هيك، بس بصراحة والله العظيم بفتكرها يعني اشياء كتير حلوة. شفتها لما كبرت؟ شفتها وانا على المسرح. يا راجل وعرفتها؟ والله
عرفتها مش. والله العظيم كانت بتقولك فاكر الألم المحاي. أنا يمكن لما كان عندي 10 سنين أو أكتر شوية ما شفتهاش، رحت على غير مدرسة. بعدين لما نجحت وهيك بعتقد كان عمري يا 25 يا 26، وكنت بلشت بنجاح كبير في لبنان. كان عندي حفلة بزغرتا. هي زغرتوية ولا إيه؟ هي زغرتوية، بس أنا وصغير ما كنت أعرف هي من وين، يعني كنت أعرف إنه هي معي بالصف وأنا بحبها وبحب أقعد قدامها بحب أعطيها مش عارف شو يعني. وطلعت على المسرح عم غني، عم بتطلع بالناس وفرحان، الناس عم تغني معي. بصيت كده على اليمين لقيتها قاعدة، فرحت قايل لها اسمها. قالت لك الحب الأولاني مش قادرة أنساه. كانت هي اتجوزت وكان معها جوزها. خربت بيت الولاية. لا 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 خالص. لا بالعكس. استرجلت بدري وقررت تشيل الشيلة مع أهلك وانت عندك 12 سنة، رحت قررت انك انت تشتغل في علي في صالة ألعاب وسوبر ماركت إلى آخره. إيه اللي شفته في الوقت ده خلاك تشيل المسؤولية أو تقول أنا لازم أشيل المسؤولية؟ ما هو طبع الإنسان، يا هو مسؤول وعنده نخوة يا ما عنده. فأنا لقيت أني أنا عم بخجل من بابا أني أطلب منه مصاري، مع أنه بابا كان أكرم رجال الدنيا. يعني كان لو معاه 100 ليرة ما كانش يدينا هيك، يعني أنه بابا بدي مصاري يقلي فوت خد من الجيب قد ما بدك هيك، يعني طول عمره الله يرحمه قمة بالكرم. بس أنا يعني عندي حس المسؤولية من أنا وصغير، كنت أخجل. فقلت لا، أنا بدي روح أشتغل، أنا بدي أطلع مصاري. وبفترة الحرب لما صار عمري 14 كان بابا خف شغله وصار الإنكم كتير قليل، فأخذت على مسؤوليتي أني روح سافر واشتغل وساعد الأهل. هيدا اللي قلت جبت 1000 ليرة حطيت 100 بجيبتي وعطيتهم لل ده اللي في العراق. أنا عايزة حتة الحتة دي بتاعت علي، عشان عايزة أسألك على يوم صباح. انت شفت صباح وانت عيل صح. صغير صح. وكانت هي النجمه الكبيره صح. يعني هاله امبراطوره هاله ما بعدها هاله الله يرحمها. وكبرت وطبعا الله يرحمها هي صباح اكيد ومكانتها الكبيره، بس ما بقتش صباح بتاعه زمان. عايزاك تحكي لي الفرق بين اللحظه، اول لحظه شفتها فيها وكنت انت كطفل بتفكر فيها ازاي، وآخر أيامها لما كنت بتشوفها كنت بتقول إيه بينك وبين نفسك؟ شوفي، أنا نحنا كنا نصيف بعلي، وبالشارع اللي هو شارع راس الجبل كانت ساكنة صباح. كانت أيام تنزل تتمشى بكامل أناقتها بكامل لياقتها، أمبراطورة وماشي بالشارع بين الشجر. كان يعني كان شارع بيوت على اليمين وشجر كله على الشمال، وبيتها واحد من البيوت على اليمين يلي بعدين أنا اضطريت أني لأقرب لهيدي الإمبراطورة أخذ لها الأغراض بتاع السوبر ماركت وتخاف من الكلب عشان شوفها أكتر عن قريب، لأنه لما كانت تمشي على الشارع كان عندها هالة، يعني بخاف أقرب عليها أنه هي مش من صنفنا وما بتشبهنا. هذه صباح، وكانت تجي بسيارة كونفورتبل مع جوزها، كانوا يمروا قدامنا. يعني كنا نشوف حالة النجومية بكامل حضورها عن صباح. وبعدين رحت، وزي ما قلت بالبداية عيطت لي وبستني وقالت لي ما تخاف من الكلب وشو اسمك، وصارت قلت لي دايما جيب لي الأغراض أنت، أنا حبيتك. بعدين لما أنا ابتديت أغني وهيك صرنا أصحاب، فكرتها بنفسك؟ قلت لها طبعاً طبعاً، صرت تحكي لي عن راس الجبل وعن بيتها. بس أنا بكل أمانة
زعلت عليها بآخر حياتها. زعلت عليها ولا زعلت من الدنيا؟ بيبقى لا. البني آدم إيه وبعدين تعمل فيه إيه؟ لا زعلت عليها لأنه هي كانت إنسانة كتير معطاءة وآخر حياتها كانت لحالها. يعني أنا فاكر أنه لما تركت بيتها وبيعته، وأنا زعلت أنها بيعت بيتها كتير لما كنت عم بقرأ بالجريدة، وافتكرت أنا فكرت أنه هي بيعته للعوزة، يعني أنه محتاجة مال. فرحت لها قلت لها أنت ما يصحش تسيبي بيتك، أنا حشتري لك بيتك وتقعد في بيتك معززة مكرمة، أنت ليه تسيبي بيتك؟ قالت لي راغب مش موضوع بيتي، أنا كبرت، أنا بقوم من أوضة نومي بقع بالتواليت، وقعت بالتواليت وضربت راسي، فأنا بدي أعيش بأوتيل بأوضة صغيرة لأنه البيت بقى كبير علي وأنا لوحدي. بعدين بقيت على تواصل دايما زورها وقف على خطرها يعني، وما كانش عيالها حدها، هذا اللي زعلني إنه كانت لحالها. العبرة اللي خدتها من المفارقة ما بين اللحظة اللي شفت فيها صباح أول مرة وبين الحالة اللي شفت فيها صباح في الآخر كانت إيه؟ إنه في إشياء ما بتدوم، مش كل شيء بدوم، الذكريات بتبقى حلوة، لكن واحد ممكن يتوقع أي شيء ويجرب يخطط لآخرته. يعني حتى العطاء مش كل شيء عطاء، لأنه أحياناً تعطي ناس ما بيبان معهم، يعني الواحد يعطي على قد ما يقدر بس يعمل حساب آخرته، يبقى حريص آخرته. فكرة السفر للعراق جت منك أنت، طلعت منك عايز تروح مع خالك تساعد من باب يعني المسؤولية، خليني أقول اللي بدرت جواك، ولا كانت من بابا اللي خايف عليك تنجرف في الحرب فهو اللي قرر يودي؟ ماما الراس الكبيرة بتاعت البيت. ماما شافتني كانت واقفة على البلكونة كده وقاعدة مع يعني بتشوفني تحت، دايما عينها ما شاء الله زي الرادار، شافت كانوا يعني في شوية مسلحين عم يمروا حرب، أربع خمس مسلحين بروحوا كده وأربع خمس مسلحين بيجوا، فروحت قلت له واحد أعطيني علمني على الكلاشينكوف، قام أعطاني الكلاشينكوف، صار يقول لي بتفكه هيك وبتطلع هيك وبتخرطش هيك وبتقوس هيك، وماما شافت ونزلت نزلت لهم، بتلاقيهم هاربين بسلاحهم، قررت هي بدها تسفر. فقالت لي ليه ما بتروح تشتغل مع ابن عمي بالعراق؟ قالت له خد هالصبي، قال له بعده صغير، قالت له خده لو مش هتاخده حيصيع مع المسلحين، هيدا ولد ما بيعرفش يقعد بالبيت، وقال له اوكي أخذنا على العراق. أول يوم وصلت في العراق حتى لو ما اشتغلتش كتير، يعني بما أنك كنت طفل أكيد وهو اللي فهم أصول مهنته عاملة إزاي، أنت كنت مساعد لي، أول ما وصلت وحسيت بالغربة كثير، أول حاجة جواك قلت إيه؟ اشتقت لكل شيء بالبيت، اشتقت للصوت المدافع إذا بدك، كل شيء. يعني لقيت حالي مكان أنا سافرت أساساً ما عندي فلوس، يعني ماني حر، متربط بي ابن عم والدتي وما بعرف شو بدي أعمل، ما بعرف كيف حنام ومين حيكون معي بالغرفة مطرح ما بنام وحتعامل إزاي. يعني كان في شوية ضياع، وطبعا كانت فترة مش سهلة لأني كنت عايش زي يعني زي العمال اللي عم يشتغلوا، يعني مش إنه طبيعي، مش إنه ابن عمي صاحب الشغل، هو ابن عم ماما كان صاحب الشغل، فهو يقعد بالاي سي والباقيين لا، هو يقعد في التكييف وانت تقعد في الشمس، الكل يقعد مش بالشمس بس، غرف ما فيهاش تكييف، حتى بتذكر كان في نوع من تكييف على المية، يعني مروحة بتمر على مية هيك يعني. فكانت فترة صعبة بس انبسطت اني عم بشتغل عم بنتج، وكنت مستني اللحظة اللي بدي ارجع فيها على بيروت لاعطي اهلي الفلوس. بس اول يوم شغل نفسي أعرف إيه التفصيلة اللي في دماغك مش ناسيها منه؟ إني الضياع، رايح على مكان مش عارف بدي أعمل إيه، فهو قال لي بعدين، قال لي خليك مع فلان وساعده،
ففلان يشتغل اديني شاكوش اديني مش عارف ايه، فهم انا ادي يعني حاجات. بس اليوم اللي انا مش ممكن انساه لانه كان يشتغل هو بالاير كونديشن التكييفات، انه كانت شغله خطره لانه كانوا الدكت بيجي هيك كبير، صفيحه كبيره بيجوا بينزلوا بقصوها وممكن اي غلطه تقطع راس، فكنت كتير حريص اني ما انأذي. كان فعلا شغل مؤذي لواحد ما بيعرف شو جاي يعمل هون. كان عندك 14 سنة بالضبط. وريني ايديك هيك ولا هيك؟ لا كده. ليه؟ بيانيست يا اخواتي، مش باين شكلهم، ما اشتغلوش كتير. ليه؟ اللي بيشتغل بايده حتى لو فترة قديمة من عمره بتبقى ايده باين فيها الخشونة شوية، بتبقى ايده، انت ايدك ناعمة جدا. مش ناعمة بس مش خشنة. لا ما لمستهاش، مش للدرجة دي يا راغب. أنا بتكلم على الشكل، كأنها إيد عازف بيانو رفيعة كده عازف عود أنا. آه وبلعب كتير على البيانو. إيد مش باين عليها البهدلة. لا بس كانت فترة الطفولة هاي اللي عم تحكي عنها. قعدت قد إيه في العراق؟ 3 أشهر. 3 شهور؟ آه ما تحملتش كتير. لا. الحوجة مرة والحرمان بيولد عقد. عقدك ايه؟ عقد؟ الحرمان بيولد رجولة وعقد. عمري ما أخذت المواضيع بعقدة، بالعكس أنا بنبسط كيف كنا محرومين وكيف صرنا. يعني ممكن إذا بدك قولي أني بحياتي ساعدت كتير يمكن تكون عقدي أني ما بحب أشوف حد محروم. أنا بتكلم على عقدة، على عقدة شخصية. بهالموضوع خالي من العقد يعني الحمد لله، أنا مرتاح جدا بيني وبين نفسي. ما فيش حد خالي من العقد. أنا يا سلام يا سلام. شفت الثقة؟ اه جدا. لا مفيش إنو حد خليه انه ماني، شوفي لاني معقد انه اهلي ما كانوش اغنياء وما عندي مشكل اني رحت اشتغلت. العقد مش بالضرورة تكون سلبية على فكرة. الموضوع ده ممكن تسأليه للمقربين ليا، للناس اللي اشتغلوا معي، ممكن حد يجاوبك جواب انا ما كنتش عارفه. سيرتك تحب تكون فيلم ولا مسلسل؟ شوفي أنا من الأشخاص اللي صعب أحضر مسلسل، بحب الموضوع دغري أعرف بدايته وتفاصيله ونهايته. بالك مش طويل. لا لأني بي 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 بحكم حياتي سفر، ما فيش تركيز، سفر 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 سفر، ويعني مش حيقدر الواحد يتابع كل شيء. فأنا بفضل يكون في موفي، لكن موفي دسم. في يعني أنا دلوقتي انت بتقول السيره، انا شفت الموفي حسيته. ودائما لما بيسالوني انه ليه ما بتمثل بقول لو حمثل ممكن امثل قصه حياتي. ممكن تمثلها؟ ممكن. مين يعمل دورك وانت يعني في اول شبابك وانت تكمل الباقي؟ يعني خالد ولؤي فيهم يلعبوا دور 18 و20 مع انه هن اكبر شوي. وفي كتير تعرفي في أولاد عيال يعني بشوفهم أنا على الإنستغرام مأثرين فيي وبغنولي وبعتولي وأهلهم بصورون عم بيغنولي. وشفت كتير أولاد شبهي وأنا كنت صغير، فحيكون في كتير عيال بيقدروا يلعبوا هذا الدور وأنا صغير. يعني ده عرض للمنتجين اللي عايز قصة حياة رغبة على ما هو جاهز دلوقتي. لا ده حوار بيني وبينك. بيننا وبين ملايين. حوار بيني وبينك مش موعر. لا ماشي بس عم نتحاور. ويليام شكسبير ليه مقولة بيقول فيها السمعة أكثر الخدع زيفا وبطلانا، فهي كثيرا ما تكتسب دون وجه حق وتفقد دون وجه حق. بالقلم الأحمر عايزاك تشطب على موقف فقدت فيه سمعتك بدون وجه حق، مظلوم كنت فيه. موقف؟ لما أصريت على علاقة بحياتي ما كانش تليق بسمعتي، علاقة عاطفية ما كانتش تليق بسمعتي، والكل نبهني ودفعت الثمن غالي لأنه كان في صورتين لإلي. صورة راغب الناس اللي بتحبه وبتحترمه وبتخاف عليه، وصورة الناس اللي زعلان علي وشفقان علي أني أنا مش شايف بعينيا. في أي مرحلة؟ كنت بأواخر 20s.
دي اللي اتضربت فيها بالنار؟ لا، أنا بقول ما كانش لي أعداء، كانت الدائرة المحيطة بالقصة هاي خطرة، يعني فيها ناس بيقتلوا بيخطفوا بيفجروا، دخلت على الدائرة وتم تهديدي ببيروت، وبحكم علاقاتي الكبيرة دريت هذا التهديد بتنبيه للدائرة هاي، يعني نبهوهم انه راغب خط احمر ما حدش يقرب عليه. بعدها بشهر حصل ضرب نار علي ببلد في الاردن. في الاردن بس انا العلاقه كانت في لبنان، ما كانتش في الاردن. في لبنان يعني ايه بلبنان يعني، لكن انا ربطت انه ما عنديش اي عدو، ما عنديش اي مشاكل الا التهديد هذا اللي اخذته في بيروت يوما ما، واجت قوه اعلى منهم ضبطتهم انه راغب ما حدش يقرب عليه. والدائره دي عندها مواصيل خارج لبنان، مخابراتيه وامنيه. فانا شخصيا تحليلي انه لازم يكون هيدا محاوله القتل من الدائرة هاي، تحليلي أنا، ما عنديش شيء موثوق، ما عنديش دليل، بس كمان ما عنديش أعداء ليجي واحد يستناني على باب الأوتيل كل الليل ويضربك أربع رصاصات، تيجي رصاصة منهم في رجلك. أكيد أكيد مش بريئة. أنت مؤخرا صرحت أن القاضي كان مرتشي وأن صح. محاميك تآمر مع القاضي. لا مش محامية، محامية بهالموضوع ما تآمرش، حرام الله يرحمه مات، كان بقمة النزاهة. لكن أنا شفت محامين تآمروا علي، شفت محامين تانين كانوا موعودين بأشياء، يعني في أشياء بحياتي سقطت. يعني أنا بحكم أنه والدي كان موظف محكمي ودايما ربى براسي فكرة القاضي، ودايما عندنا احترام ولا زال عندي احترام لشيء اسمه قاضي، لكن مر بحياتي ناس بقصة أنا، يعني أنا معي شفت القاضي وهو مرتشي أو متحيز أو مش نزيه أو يعني داخل بكمبينة، يعني شفته مقابيلي وبرضه سألته سؤال جاوبني فهمني بأنه هو ضدي، يعني روح حل أمورك. يعني ففكرة هيدي العدل سقطت من راسي، وبقول أنه في ناس قضاة كويسين، في قضاة مرتشين، في قضاة مؤذيين، ده بيحصل يعني. عمرك فقدت سمعتك مش ظلم؟ من؟ مش ظلم يعني بوجه حق، فقدتها بوجه حق؟ لا أنا عمري ما فقدتش سمعتي، لا بوجه حق ولا بغير حق. بس الفكرة دي إنه الناس كانوا زعلانين علي على العلاقة دي، هي شوي فيها قدر لمجال السمعة، إنه كان في شكوك حول الشخص هيدا اللي أنا أو الإنسانة اللي أنا عندي علاقة فيها، شكوك كبيرة يعني. أخلاقي أكبر من هيك، شكوك خطرة يعني. بلاش قلتنا بمواضيع مش مواضيع أخلاقية وخيانات وكده، لا لا أكبر من هيك، مواضيع دولية يعني، كان لها ارتباطات، يمكن ارتباطات سياسية مشبوهة هيك. وانت كنت لسه ورور في أول الطريق. كنت لسه أول حياتي وما فيش حد يهزني ويقف بوشي ويقول لي لأ هيك يعني، ما كنتش أسمع، ما كنت أسمع إلا لقلبي، ما كنت أسمع لراسي. عنفوان وجموح الشباب، ممكن فيك تقولي كده. خلص التمهيد. خلص. ابن ال 17 سنة لا عايز يبقى صاحب حرفة ولا عايز يكمل تعليمه. مامتك وقتها موقفها كان واضح، خافت عليك
ابنها هيروح للوسط ده اللي كلهم بيشربوا فيه مخدرات؟ لا، والدك كان موقفه ايه؟ بابا ما كانش يعني كان مأمن فيه كرجال كواحد مسؤول. ماما مسكينة يعني غلبانة عاطفية سمعت انه احد النجوم الكبار ضيع حياته، احد النجوم، لانه فكرة انه الفنانين يتعاطون، بيكون واحد متعاطي وكتبوا عنه بالمجلات، فهي خدت هيدي الفكرة، لانه هي بالمجلات ما كتبوا عن محامي تعاطى او عن طبيب تعاطى، عم يكتبوا عن الفنانين. كانت بسيطة وكانوا بخافوا من السياسيين قولوا عنهم. فلما كان في مثل احد الفنانين انه ضيع حياته مش عارف شو، هي راح فكرها للموضوع هيدا، فقلت لها ماما انا حخليك تكوني فخوره فيي، هلا لما نجحت كثير كل ما تشوفني تقول لي تضرب عقلك. كنت روحت لك حياتك بقرارة الخطا او بخوف الخطا. كان دائما هي عاشت فكره الندم كيف هي وقفت بطريقه. اول شيء والدك شجعك؟ ايه شجعني. عفرت ووصلت لاستوديو الفن ونجحت، وعفرت من بعد استوديو الفن انك انت تعمل حاجه هنا وتعمل حاجه هنا لغايه ما جات لك فرصه انك تروح باريس. صح. وانك تشتغل هناك في صاله او ريستوران، وقعدت 6 شهور تقريبا في باريس. صح بالظبط. 6 شهور ما قدرتش تكمل بعديها ليه؟ رغم ان اكيد باريس كانت حلم. شعرت بالظلم وبالجشع. ظلم وجشع مين تجاهك؟ صاحب المكان. يعني أنا رحت واحد ناجح باستوديو الفن وكانوا مبسوطين فيي، إنه الناس عم يحكوا بشاب جديد عمره 18 سنة اسمه راغب علامي، صوته حلو، حضوره بينفع إنه يجي يغني. وكان وقت الحرب باريس هي مركز الحفلات، كان كل الناس من العالم العربي يروحوا يقعدوا بباريس ويشوفوا النجوم، وديع الصافي، صباح، محمد العزبي، ملحب بركات، عدوية، وليد توفيق، نهى الطرباي، أحمد عدوية، مين كمان، عليا التونسية، كان هول النجوم الكبار يجوا على باريس يغنوا. فصارت الصحافة تغطي حفلات باريس، هي المهرجانات. فأنا صحت لي الفرصة ورحت، ما سألتش وين بنام، مين حيصرف علي، مين حيطلع الأوتيل، مين بيشيل تذكرة الطيارة، ولد ما بعرف يعني، عم بروح لمكان مختلف. ماما بعت الأسورة بتاعتها وسافرت عشان تشيل تذكرة الطيارة. رحت بقى لقيت إيه؟ لقيت مين، نمت فين، مين بيدفع أكل. فوصلت على المكان، عطوني بس أنا كل شيء عندي، عنوان المطعم اللي حغني فيه، هو صاحب المطعم مبسوط إني نايف إنه ساذج ما بيعرف شيء، سو كل ما كان ساذج كل ما أحسن. فبيقول لي بيخدني واحد، بيقول لي حجزنا لك أوتيل نجمتين وبتنام هون وحتاخد بالليل هالقد، كتير كتير قليل يعني، يعني يا دوب يفضل عندي شوي عشان آكل لما تدفع الأوتيل. بالضبط. وطبعاً هيدا كان ظلم يعني، إنه كان على الأقل يساعدني بحياتي. بعد 6 شهور صرت غني، صارت الصالة هاي يلي كنت ابتدي غني فيها على طاولات فاضية، في طاولة أو اثنين كانت تمتلي قبل ما أنا أطلع على المسرح، ولازلت عم بطلع أول نمرة. يعني قدرت تاخد أو طلتوا شوية من جمهور عدوية؟ لا مش لا، كان عدوية وقتها كانوا كلهم، نو أنا بي 6 شهور، بال6 شهور يعني إجا حوالي 12 نجم كبير يعني يتنقلوا. عدوية يجي أسبوعين، العزبي يجي أسبوعين، وديع الصافي يجي هيك يعني صباح. قدرت تعمل جمهور؟ لا، عرفت إنه في إحدى الشخصيات المهمة اللي كانت تتقصد، هي واحدة ست تتقصد تجي
قدام كل المحل معاها 20 شخص يعدوا بوشي، غني، انزل على المسرح تحمل نفسها وتمشي هي والناس اللي معاها. مرزق من يومك. لا هي عم بتقول لا حبت، يعني حبت الشيء اللي انا عم اقدمه، يمكن حبتني شخصيا. فعرفت انه الست دي بتدفع كل يوم 25,000 فرانك وانا عم باخذ 200 فرانك. اوف. فقلت له يا صاحب المحل، انا ما كنتش طماع، قلت له زد لي شوي. ما رضيش. قلت له بدي اغير اوضتي، بدي اخذ اوضه اكبر. يعني اوضه كانت اوضتي صغيره كثير. بدي ابعث لاهلي فلوس. قال لي يا هيك يا روح على بيروت. رحت رايح على بيروت. قلت له انا رايح على بيروت. فنزلت قلت لحسن ابو السعود، قلت له يا حسن انا ماشي على بيروت، حقضي يومين بعد وبعدين امشي خلص، مش ماشي الحال هون. قال لي ليه؟ قلت له الموضوع كذا وكذا وكذا. قال لي ما مش حتمشي ابدا، اقعد. فات عند الزلمه قال له كيف ازاي راغب عم بجيب لك عالم وعم بيعمل لك فلوس، كل دول عم يجوا وصاروا ما كانوش يجوا بكير، وانت شفت فلانه بتيجي كل يوم بتقوم بتمشي عم تبعت رساله انه هي جايه تحضر راغب علامه. فقال له طيب هعملهم 500. انا كنت طالب يعني هذا المبلغ مش اكثر. 1500. فاجا حسن قال لي وافق ادفع لك 500. قلت له مش راضي. انا ماشي في دماغي. بعد شوي دخل قال لي ابسط يا عم. قلت له شو؟ قال لي حيدفع لك 1000. قلت له انا ماشي ومش راجع لهون الا نجم كبير، ولن ارضى حدا يتعامل معي بالذل هيدا. وهذا اللي صار. وقت باريس، الوقت خلينا نقول الصعب ده اللي انت عشته، كان عندك بدله واحده ولا بدلتين؟ بدلتين. فاكر الوانهم؟ واحده بوردو واحده كحلي، ونفس القماشه ونفس من نفس الخياط نفس التاج. لا من نفس المكان، رحت على مكان كده يعني رخيص على قد حالي في باريس، فدخلت على محل قالوا لي هذا محل ببيع بدلات حلوه ورخيصه، ما هذه كميه الفلوس اللي عندي وكانت رخيصه يعني، فكنت كل يوم البس بدله واغير ثانيه قميصين وبدلتين، واحده بوردو واحده كحلي وجزمه واحده. جزمه واحده. والله العظيم ايام حلوه. اكيد ايام والله حلوة. العظيم علشان كان بيبقى عندك دايما طموح، نفسك يبقى عندك حاجه. لما الواحد بيبقى ربنا الحمد لله طبعا نعمه منه ان هو ينعم عليه بكل حاجه تقريبا، فبيبقى فقد المتعه في ان هو مستني انه يحصل على كذا، بيبقى طعم السعاده. صح. نادر. صح. لا هلا انا مثلا اصعب وقت عندي وانا مسافر لما بدخل على الفستير، البنت بتكون بدها تدب يعني تدب لي شنطتي، من كتر الاغراض بضيع وبعمل ديبريشن، يعني حسيب ايه وحاخد ايه، ودايما حاجات يعني دايما الواحد بضيع. قبل ما كان هم البدلتين اساسا، الدولاب اللي كان بالاوضه اللي عندي ما يسعش الا بدلتين. ما يسعش. كان اوض باريس في الاوتيلات دي وتو ستارز. بالظبط. يعني سرير قد كده يا دوبك بتاع بيبي. اللي تعرض للحرمان وهو صغير بيبقى عنده ولع غير عادي بان هو يشتري حاجات كتير حتى لو مش محتاجها. ايه اكتر حاجه بقيت بتشتريها؟ ثياب، هدوم. عوضت البدلتين يعني بلي قمصان او جاكيتات انا شاريها قبل كده. اول حاجه اشتريتها بفلوس كويسه كانت ايه؟ عربيه حلوه كانت. كانت ايه؟ فيات. موديلها ايه؟ 124 سبور. كانت دي يعني شوي زي يعني عربية سريعة كتير وهيك جان حلوة. انت قمت من الشقة ومن ايام الشقة في باريس؟ لا لك يا وحا. استنى بس هقول لك انت قمت ليه. اشتريت ما شاء الله بيت جميل هناك في باريس؟ ودخلتها وانت نجم. فشيت غليلك من المرحلة دي؟ ما عنديش غليل، والله ما عنديش غليل، يعني ما عنديش غل بالموضوع. مش مسألة غل يعني. أنا حبيت باريس وحلمت إنه يكون عندي فيها يمكن بيت غرفة واحدة. وبعدين
الظروف أخذتني أن أشتري بيت 4 أدوار، بس برضو هلأ ندمان أن اشتريت بيت 4 أدوار. مش عارف أبيع. لا مش قصد مش عارف، يعني مش بستعمله، يعني هو بستعمل لسه أوضة نومي والليفينج روم. فلقيت البيت بالنسبة لي كبير، يعني ما استعملتوش كتير. رحت للرستوران اللي كنت بتغني فيه زمان؟ قفل. قفل؟ ما حاولتش تشوف صاحبه؟ نو قفل، كل حاجة تغيرت. أنت ضعيف قدام الست ولا طفس بتحب تدوق كل حاجة؟ نعم. بعد ما اتجوزت حبيت؟ حبيت، حبيتك أنت ست بجمال جهان. ده اتهام مباشر ومقصود. أتحفظ. أنا حلمت بأمك يا راجل. أنا بشكر الحلم بتاعك. سيدة الجميلة ممكن تسمحيلي، أنا دبت بتسبيلة ونهاري بقى ليلي.